عسلامة للشعب التونسي، الشعب المزيان، الشعب الزوالي، الشعب الثائر، الشعب الراقد. وينكم؟ استحشتكم برشا. احتفلتم بالذكرى السابعة للثورة التونسية المجيدة، بطبيعة خرجتوا للشارع، عيطتوا، تظاهرتوا واحتجشتم على الميزانية المالية المشحفة في حق المواطن التونسي المتوسط الضعيف. وفي الاخر شنو صار؟ ما صار شيء، ولا ما عندوش يشي المعدنوس. بطبيعة حكومة البجبوج، الحكومة العلمانية الشذوذية، لقاتلكم الحل، الحل السحري. الحل السحري شنو؟ مش كنت التونسي عنده 3 شهور، 6 شهور، عام، عامين، سنين ما كلاش الحم. اللحم، لحم الدجاج، لحم الحوت، لحم علوش. بطبيعة البجبوج قال لكم الحل السحري باش يرخصلكم في الحم اللي بيها الفايدة، اللي بيها الفايدة، الحم اللي بيها الفايدة. البجبوج سيلغي المهر في عقد الزواج. زغط يا نسيبة، الزواج بلاش، تعرسوا بلاش، تتزوجوا بلاش، ونصيبة الصعيبة امشي اضرب له على الطيارة. دوك البجبوج سيلغي المهر في عقد الزواج، لا عاد لا شرط ولا صاغة، ونصيبة صعيبة تمشي تضرب له على الطيارة. دوك اليوم الحم ولا رخيص؟ الحم المرأة التونسية ولا رخيص؟ اللطف يا ربي، اللطف يا ربي، يا اللطف يا ربي، الله يبعد علينا ولاد الحرام. تف 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 تف. المرأة التونسية للدرجة هذية رخصت؟ للدرجة رخصت؟ لكن نهار تحت حاربوا في الإمارات دفاعا عن المرأة التونسية، وتوا كبتولها ساعتها المرأة التونسية لا عاد نجم تسافر الإمارات، ولا عاد نجم تطلب المهر، ولات حاجة رخيصة، ولات أن أوبجي. الدنيا تمشي بالمقلوب، الدنيا تمشي بالمقلوب. قولولي منين، قولولي بالله، قولولي منين جبتوا هالفكرة يا ريوس الحم؟ منين جبتوا هالفكرة؟ الفكرة جابها من راس اللفعة. شكون راس اللفعة؟ راس اللفعة الاتحاد الأوروبي. بالله ما تقولوا لحد، إذا تقودوا عليها يعطيكم مرض. والأزمة الاقتصادية الخانقة، البجبوج وحكومته العلمانية الشذوذية لقاتلكم حل ثاني. الحل الثاني أقوى برشا من الحل الأول. الحل الثاني التونسي والتونسية عندهم الاختيار بين لقب الأب ولقب الأم. للدرجة هذه الفساد انتشر عندكم، لطف واحد ما عادش يعرف بوها، لا أصله لا فصله. واحد يلزم يتعدى على برنامج عندي ما نقولك باش يعرف اصله وفصله. الو الو، عندي ما نقولك. ايوه ايه، نحب نعرف باي، نحب نعرف باي، تعرف ابوك؟ هذا مش برنامج عندي ما نقولك شكون ماله، برنامج سرك في بير، الله يعطيكم بعير ان شاء الله. قولي شكون باي، قولولي شكون باي، نحب نعرف باي. كيفاش عندكم الحل؟ هاي قولوا لي شنو الحل. الحل هو القانون الجديد، قانون جديد، قانون جديد. عندي الحق في الاختيار، نختار لقب امي. امه يا امه، امه يا بنت الكلب، جبتي مغربوه. قولي شنو اللقب متاعك، خليني ناخذه. كيفاش ما عندكش لقب؟ انت اصلك ما تعرف، لا تعرفش اصلك ولا فصلك. يا نهار مبارك، يا نهار منعول. واحد دوا ما عادش يعرف معناه يمشي للقطوس يقوله بالله استبناني، ولا يمشي للكلب يقوله بالله استبناني. القانون هذا بطبيعة هو تحفيز، هو انكوراجمون للزنا، انكوراجمون للفساد، على خاطر المرأة اللي باش تجيب صغير من الحرام بطبيعة مش باش تحيل باش تعطيه اللقب متاحة. وعلاش قلت لكم ان الحكومة راهي علمانية شذوذية؟ ويفهموا واللي ما يفهمش يمشي كسر راسه. اذا عجبكم الفيديو بطبيعة تنجموا لايكي، تنجموا تشاركوا، تنجموا بارتاجيو.
تشاركوا في القناة متاعي. دونك عندي قناة باللغة الفرنسية أمل بنس شانيل، وعندي قناة باللغة العربية أمل بنس تي في. وبطبيعة إن شاء الله في فيديو جديد. بسلامة يا حمامة.